السكري from Tolerant Palm Tree. والنهاردة عايزة أرد على أسئلة تانية رمضانية. السؤال بيقول أعمل إيه في إن أنا ببقى عصبي جدا وأنا صايم؟ أول حاجة في حاجة اسمها برمجة. ليه أنا برمجت نفسي إن أنا عشان صايم هكون عصبي؟ لو عايز بس أشرح حاجة في البرمجة، أنا لو أقنعت نفسي وقلت لنفسي في الصيام هبقى عصبي، ويوم ورا يوم وسنة ورا سنة قلت كده، هيحصل حاجة اسمها برمجة. يعني ايه برمجة؟ يعني انا هقتنع جوايا ان انا لازم اكون عصبي طالما انا صايم، وهبتدي العقل يساعدني انفذ ده. فحتى لو الامور ممكن تكون كانت هتعدي، خلاص طبيعي هتعصب، لان انا اديت امر لعقلي اللاواعي، قلت له على فكرة انا لما تلاقيني صايم اعرف ان انا هبقى عصبي. هي دي البرمجة اللغوية. يعني أنا استعملت اللغة بالكلام وكررته كتير لعقلي، بحيث فهمته إن المفروض يتصرف كده لو أنا صايم. طب لو عملنا العكس، لو ابتديت أعلمه بقى حاجة تانية، إن أنا هكون هادي ومرتاح قوي حتى لو أنا صايم أو مش صايم. ده أنا ممكن أقوله أنا في الصيام، عشان أنا في حاجة دينية كمان فيها، إن أنا هكون هادية وهبقى مرتاح. فأنا ممكن أبرمجه كده، ان انا وانا صايم انت هتبقى هادي وهتتقبل اسهل، هتكون هادي وهتتسامح اسهل. مش من بره، مش بقول انا مسامحه اصلا في رمضان، لا، من جوه. فلو انا برمجته كده هو هيقول انت صايمه، انت ما اكلتيش من الصبح، اوكي انا هكون متسامح اكتر. دي اللي اسمها البرمجه اللغويه العصبيه، او ازاي برمج عقلي اللي انا عايزاه. اوكي، هنقدر نستخدم العلم ده زي ما احنا عايزين، هنستعمله بالطريقه دي. اسهل طريقه ان اقولها كتير وافكر نفسي كل ما ابتدي اقول لنفسي اصلا انا اتعصبت عشان انا ستوب، لا انا صايمه وانا هاديه، انا صايمه وانا متسامحه. لما اعيد ده كتير عليه مئات المرات، هيحصل ان انا ببني خلايا عصبيه جديده بمعلومه جديده، شفره، لان هي كلها تعود. مش عايزه ادخل بقى في نظريه بافلوف والكلب، لو انتوا عايزين تقروا في كده، او ممكن مره نعمل فيديو تاني. بس هو البني ادم العقل ده بيتبرمج على حاجات معينه وبيتعامل معاها، زي بالظبط ما اتبرمجنا لما حد يقول صباح الخير نقول صباح النور، برمجنا. ما حدش بيقول صباح الخير يقول له هات فلوس او هات انا عايز اشرب، صباح الخير صباح النور. فدي برمجه، والباقي كله بقى انا بديكم مثال بسيط.